لو الحكاية فيها إن فيتو. المحامي العام أصدر القرار بتحويلها للكشف الطبي، بس السجن ده منهور. وحولوها؟ السجن ده وتم الكشف الطبي عليها، بس في مشكلة إن السجن ده منهور. في دكتور، أول دكتور كشف عليه دكتور جلد، فقال لها دكتور جلد أنت عايزة دكتور باطن، هيجي لي كمان يومين. جاي دكتور الباطن، فما عندهمش أجهزة، ما عندهمش سونار، ما عندهمش الحاجات دي. وأرفق في القضية إنها مريضة وعندها كذا وكذا وكذا، لأن دي يعني أي حد بسماعة، أي دكتور بسماعة أو بيحط السماعة على صدرها فبيكتشف إن في لغط في القلب، دقات القلب مختلفة. وبعد كده بقى بالسونار والإيكو والحاجات دي اللي بيعملوها بيكتشفوا بقى إن الصمام المترالي في مشاكل، إن حالتها ما بقالها ياما، بقالها ياما يعني من قبل مخطوبها وهي كده. تحريات الأمن الوطني بقى أسفرت عن إيه؟ مذكرة الأمن الوطني بتقول إن جميع المتهمات ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. بس كاتبين اسمها وعنوانها اللي هي البيانات اللي هي من البطاقة بتاعتها، وطبعا وفقا لمصادرنا السرية وتحرياتنا السرية. أنا والله لو أعرف مين المصادر والتحريات كنت رحت له. أنا رحت للمحامي العام في اسكندرية وقلت له أنا جاي لك بنفسي، حولني للأمن الوطني عشان يكشفوا عليا ويكشفوا على عيلتي ويكشفوا على عيلة زوجتي. احنا ملناش اي علاقه ولا اي انتماء. اقصى حاجه بنتي ممكن تعملها زي ما قلت لحضرتك انها ترفع شعار الفيكتوري للسيسي او ترفع شعار رابعه للمصابين. وهي ليها صور، هوري حضرتك الصور بتاعت روضه دلوقتي. حضرتك طبعا الحكم ده مش نهائي، ده اول درجه. حضرتك تتوقع بعد الحكم النهائي مثلا يصدر قرار عفو رئاسي؟ والله اقول لحضرتك، هو الحكم ده كل عمال اشوف في التلفزيونات يا جماعه ما تقلقوش، ده حكم اول درجه. حكم اول درجه ده بعد 30 يوم ظلم، بعد 30 يوم عذاب، بعد 30 يوم بنتي وزوجتي مرميين، واحده في السجن واحده في الاصلاحيه. بعد 30 يوم انا وابني وبنتي التانيين بنلف حوالين نفسينا ليه؟ وكل الناس تقول يا جماعه ده مش اول درجه. ما مش اول درجه، هنقدم الاستئناف والطعن ومش هنسكت. بس كل يوم كل لحظه بتعدي، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد حطينا في الموقف اللي احنا فيه النهارده. يعني انا ما فيش غير ان انا اقول كده، انا مش هعرف اتظاهر، مش هعرف امشي اقف في الشارع اهلل، مش هعرف اعمل كده. معلش في كومنت يعني لسه بتقلي دلوقتي، انا اسف ان انا هقوله. واحد بيقول لي لما اول القصيده كفر اخرها هيبقى كاتب دي، مستني ايه في الاستئناف ومستني ايه في الحاجات الثانيه؟ لما مش عارف من ضمن حيثيات الحكم ان هم يحملوا سلاح وكذا. كل ورق القضيه الشرطه الاحراز اللي الشرطه قبض عليهم معايا، الاحراز مع المجموعه كلها، الاحراز مش عارف 3 بانر، مش عارف كام منشور، كام لوحة مكتوب مش عارف مع سوريا حتى تنتصر، باين حاجة فيها سوريا كده. بس دي الأحراز. كل الشهود اللي الشرطة جايباهم، شهود الإثبات، كل الأسئلة والكلام ده مثبت في التحقيقات، معايا نسخة منها وموجودة في النيابة عشان النسخة بتاعتي ممكن أكون لها كتير. كانوا يحملوا أسلحة؟ لأ. في حد حدف طوب على مدخل العمارة رقم 39، الحارس قال كانوا حوالي 400 واحد وكانوا شباب، يعني شباب وبنات، بس اللي كانوا بيحدفوا شباب وطبعا اللي مقبوض عليهم بنات. في 2 شهود قايلين ان كانوا هيموتونا في تحريات الشرطه، كانوا هيموتونا والله العظيم لولا ان الشرطه انقذتنا منهم. ولما النيابه استدعتهم عشان يتحقق معاهم قالوا، واحد فيهم قال انا حارس حاجه اسمها قصر الصفا باين ولا قصر العروبه، هم عدوا قصر العروبه، عدوا من قدامي بالمسيره، فانا عشان الحارس مشيت وراهم اتفرج عليهم لغايه ما عدوا. وكيل النيابه شتموك؟ لا. حدفوك بطوب؟ لا. كان معاهم اسلحه؟ لا. هم كانوا هيموتوك والله العظيم ازاي؟ التاني قال له انا نفس الكلام اللي قاله زميلي، بس انا هم شتموني. قال له شتموك ليه؟ قال له عشان انا مؤيد شتموني انا والاستاذ السيسي، بالنص كلامه شتموني انا والاستاذ السيسي. قال له طب شتموك ليه انت والاستاذ السيسي؟ قال له عشان انا مؤيد لخريطه الطريق. فطب كان ونفس الشخص كان معاهم سلاح؟ لا. شتموك؟ لا. حدفوك؟ شتموني. حدفوك بطوب؟ لا.
عملوا لكم حاجه؟ لا. طب كان هيموتوكم والله العظيم ازاي وهم عملوا كده؟ والكلام ده مثبت في محضر النيابه، ومعايا نسخه منه ممكن اوريها لحضرتك طب اخيرا فضلا من حضرتك، لو عايز تطلب حد دلوقتي او تناشد، هتناشد مين؟ هنشد ربنا، لان اللي احنا فيه ده كله ابتلاء من ربنا، هو من ربنا ابتلانا الابتلاء دوت. مش عاوز يا رب، يا رب ارفع اللي نزل علينا من ظلم. حضرتك تحب سيدنا تواجه محمد في اخر خطبه النهارده في الجمعه، خطبه الجمعه، بيقول اوصيكم بالنساء خيرا. هي دي الوصيه، هي دي الوصيه. انا قصرت مع بنتي وزوجتي اني خليتهم ينزلوا يمشوا في الشارع، والله العظيم والله العظيم لو الشرطه قالت لنا الشوارع دي مسموح المشي فيها والشوارع دي ممنوع المشي منها، انا همشي في الشوارع المسموح المشي فيها، لان انا بحترم القوانين، انا مش عايز ابقى تحت سيطره القانون. حضرتك تحب تناشد السيد رئيس جمهوريه؟ اناشد اي حد يقدر بإصدار عفو رئاسي؟ يا ريت يا ريت يا ريت. طب لو هتناشد دلوقتي هتقول له ايه؟ هقول له يا سياده المستشار، انت راجل رئيس المحكمه الدستوريه، اي قانون بيطلع في مصر حضرتك المفروض بتراقب مدى دستوريته، فهل زوجتي وبنتي يستاهلوا ياخدوا 11 سنه؟ اقصى حاجه عملوها ان هم حبوا يعبروا عن رايهم، فلما حبوا يعبروا عن رايهم ياخدوا 11 سنه كده. انا متاكد، يعني انا متاكد ان بنتي وزوجتي ما كانوش في المظاهره، بس بقول لحضرتك اخر الطريق كانوا في المظاهره. زوجتي وبنتي ما ينفعوش يحدفوا طول، زوجتي وبنتي ما ينفعوش يبقوا ارهابيين، يستاهلوا اللي هم فيه ده ما ينفعش. حضرتك هوريكي دلوقتي. طب حضرتك ممكن توجهه حاجه ليه؟ اقول له حضرتك رجل قانون، صوره مصر ما تستاهلش كده، مصر ما تستاهلش كده، المصريين ما يستاهلش يتعمل فيهم كده. لازم 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 نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض، ما ينفعش ان احنا كده فريق وفريق وفصيل وفصيل والحاجات دي كلها، مش هننفع ان نكمل كده. احنا يعني نفسنا نخلي مصر دي زي الفريق سيتي مقاس، قد الدنيا وهتبقى احسن حاجه في الدنيا. فعلا مصر قد الدنيا وان شاء الله هتبقى احسن حاجه في الدنيا، ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك وكلت احد محامين الاخوان في الدفاع عن زوجتك وبنتك؟ لا طبعا، انا اصلا وانا لما رحت عند المحكمه عند مديريه الامن اول ما اتمسكوا، فانا توقعت ان هم هيطلعوا على طول، فانا جبتش محامين، فالدنيا قعدت تشتي علينا محامين، محامين مراكز حقوقيه ومحامين اخوان. طبعا الاخوان بيبقوا باينين، شكلهم باين يعني، لبسهم باين وشكلهم أيوه. باين، ومراكز خاصه بقى كده. فانا سبحان الله يعني. هل تتذكر المراكز دي ايه اللي جات لحضرتك كمحامين؟ والله اللي دافع يعني، في حزب الوسط بعتوا واحد اسمه علي الشريف، باين او علي شريف، استاذ اسمها اني اتعرفت عليها هناك، وفي مركز اسمه الشهاب، بس اظن مركز الشهاب لحقوق الانسان. لحقوق الانسان مره طلبونا ان احنا نحضره هناك في حاجه كده مؤتمر صحفي، وفي حاجه حقوق، حاجه مركز حقوق اظن او كده، ده المحامي اللي حضر مع روضه، اسمه حسام هو ورامي ومهناء ومهنور. طب مهنور يبقى الاشتراك هناك. يعني حضرتك ما وكلتش محامين الاخوان في الدفاع عن زوجتك وبنتك؟ المحامي اللي بيدافع عن زوجتي اسمه عمرو حافظ حبيبي، لسه بكلمه قدامكم، ده مغرم بالدكتور البرادعي وعضو في الدستور، حزب الدستور، وحسام ومهنور ورامي الاستاذه بتقول لي اشتراكي الثوري، لان هم ما بيثقوش الاخوان، فزوجتي وبنتي الوحيدين في المجموعه كلها. وبطل، انا مش عايز اثبت الاخوان يعني، انا ما بشوفش منهم حاجه وحشه، حرام يعني، غلطوا سياسيا، خربوا مصر بفكر مش عارفين يديروا البلد، كان ده. لكن على المستوى الشخصي هم ما عملولكش حاجه؟ شخصي ما عملوليش حاجه، ما شفتش منهم حاجه وحشه يعني، ما احتكتش بيهم غير بس لما حدفوني بالطوب هنا يوم 6 اكتوبر لما جم وحدفونا بالطوب. لكن هم على المستوى الشخصي بس انا ما شفتش منهم حاجه، بالعكس في بنات مقبوض عليهم اهاليهم اخوان، متعاطفين معانا جدا وبيتصلوا بينا يطمنوا علينا، وما شفتش منهم حاجه انسانيه. الرساله اللي توجهها لوزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم، اقول له يعني الله يكون في عونهم برضه، هم عليهم حمل كبير قوي يعني، هم عليهم ضغط، عليهم لود، لان يعني زي ما انا قلبي محروق على بنتي وزوجتي كده، اكيد هم لما بيحصل شرطي بيموت ولا ضابط بيموت ولا كده بيجي لهم حاله يعني من الهياج، انا هبقى زيه، ف بيحصل لهم حاله مش طبيعيه. ف يعني ارجو منه ان
لحظة حد مظلوم يقضيها في موقف زي اللي انا فيه دوت، اكيد يعني ايه هزار دعوة المظلوم. المظلوم يعني دعوته مستجابة. الفريق السيسي لو عايز تقول له حاجة تقول له ايه؟ اقول له حضرتك قلت ان مصر قد الدنيا وهتبقى احسن حاجة في الدنيا، واتمنى ان ده يحصل. اتمنى ان ما اشوفش في مصر ظلم، ما اشوفش في مصر عنف، ما اشوفش في مصر نظرة وحشة. انا صوروا معايا قنوات اجنبية، ما كنتش احب ان هما يطبطبوا عليا. انا امبارح البي بي سي جالي هنا فريق اجنبي 3 انجليز، المذيعة كانت بتعيط وانا بكلمها، والله العظيم انا كنت زعلان. يعني انا متشكر انسانيتها يعني تعاطفها معانا ودموعها دي، بس كنت زعلان ان يتبص لمصر كده او يتبص في مصر كده. كم قناة أجنبية كانت صورت معاك؟ اللي انا عارفهم الجزيرة طبعا متصورة مداخلات بالتليفون، هما طبعا تليفون زي ما حضرتك عرفت توصليله كده، ناس ما معرفش بيجيبوا تليفون منين. الجزيرة اتصلوا بيا أكتر من مرة، عملت مداخلة معاهم أكتر من مرة بالتليفون، ما تصوروش معايا يعني هنا. البي بي سي جم هنا اللي هو البي بي سي الإنجليزية والعربية وراديو لندن، هو نفس الفريق هو صور لكل دول، ووكالة الأناضول جم صوروا معايا هنا، في أخ منهم قال لي إن أوربت هتتصل بيا لسه ما اتصلتش، ودري ما اتصل بيا ولسه ما اتصلتش، وأنا ما عنديش مانع إن أنا أصور مع أي حد، يعني مع أي حد. بالعكس أنا أتمنى القنوات المصرية اللي تصور معايا، ودي مشكلتنا إحنا. أتمنى كده، بس لما ما حدش بيكلمني فمضطر إن أنا أكلم أي قناة بتكلمني. أستاذ رمضان شاكرين جدا لحضرتك ولسعة صدر حضرتك. الله يخليك يا رب، شكرا جزيلا.